اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكه العربيه السعوديه اللي انضموا معنا الان، الاستاذ عبد الله القحطاني الخبير الفني لبرنامج كوره والتحكيمي، والاستاذ عبد الله الشيخ الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف. الفريق الاتفاق اليوم خطف رسميا البطاقه لتاهل لنصف نهائي بطوله كاس الاتحاد الاسيوي. نتابع التقرير ثم نعود لمواصله الحديث عن هذه المباراه. ضمن الدور الربع النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي، التقى الاتفاق ضيفه أريما الأندونيسي في لقاء الرد بعد نهاية لقاء الذهاب لمصلحة الاتفاق بهدفين للا شيء. شوط أول لم يحمل في طياته إلا سيطرة اتفاقية ومحاولات عديدة لم تفلح، تسديدات طائشة واجتهادات فردية لم تشكل أي خطر حقيقي على المرمى الأندونيسي. شوط المباراة الثاني لم يختلف كثيرا عن سابقه، فالسيطرة اتفاقية والتحفظ أندونيسي، حتى تحصل أحمد كانو على كرة أودعها داخل الشباك هدفا أول. اتفاقي أول أحمد كانو يسجل أول أهداف الاتفاق، أول أهداف الاتفاق. الفرحة موجودة لهذه الجماهير الموجودة اللي حضرت وكانت تنتظر هدف الأول الاتفاقي في هذه المباراة. سجل أحمد كانو وصعب مهمة أريما الأندونيسي. أقل من 10 دقائق ويوسف السالم يتكفل بالهدف الثاني إثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء. جول من السالم، وانت سالم يا السالم مع الاتفاق دائما سالم. يوسف السالم يسجل الهدف الثاني مع الفرحة الاتفاقية تتكرر كثيرا. مدرب الفريق الضيف يعاتب لاعبيه بشدة، وحارس أريما يلعب دور المدافع ويخرج كرة قبل أن تصل للمهاجم الاتفاقي. لينهي حكم المباراة اللقاء معلنا تأهل الاتفاق للدور الربع النهائي. ألف مبروك للنواخذة ومزيدا من التوفيق في الدور القادم. شكرا بدر فايز ومحمد حسون اللي كانوا خلف التقرير. عبد الله، الحالة الاتفاقية في البطولة الآسيوية تختلف كثيرا عن الحالة الاتفاقية في المسابقات المحلية، هل هذه يعني اللي نشوفه هذا دلالة على أنه الاتفاق وضع كل الثقل في البطولة الآسيوية وجعل البطولة المحلية بشكل ثانوي وخلى المتابع يشعر بأن الاتفاق حالته الفنية غير جيدة لكن في البطولة الآسيوية تعطي انطباع آخر؟ والله يمكن وضعية الدوري السعودي ترى دوري شرس تركي، يعني لذلك يعني ربما تكون فرصة الفريق الاتفاقي الحقيقة في الـ في الـ في البطولة الآسيوية للأندية الحقيقة ربما كانت بدون ضغوط يعني على الإدارة الاتفاقية ولا حتى على اللاعبين كلاعبين. يعني خطوات الفريق الاتفاقي ومشواره الحقيقي في البطوله مشوار جيد، اتمنى حقيقه ان يتواصل. يوم انا تابعت المباراه الفريق الاتفاقي يتحسن ويتطور الحقيقه، ربما هذا ايضا المستوى هذا التطور ينعكس على الفريق في مباريات هذا الموسم على 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 مستوى الدوري. الفريق الاتفاقي في الموسم الماضي ربما نذكر ايضا كان فريقا حاضرا وبقوه الحقيقه وكان مميزا، ربما حدثت بعض الاخطاء الحقيقه وهي ربما تكون أخطاء خارجة عن الإدارة عن إرادة الإدارة الاتفاقية من بيع عقود وخلافه، ولذلك عقود لاعبين طبعا وأيضا يعني تسريح مدرب كان حقيقة مدرب ناجح مع الفريق الاتفاقي في الموسم الماضي. الخطأ أيضا تكرر في هذا في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع مدرب جديد وأيضا إلغاء عقده، يعني هناك في ظروف الحقيقة حصلت للاتفاقيين هم أدرى بها طبعا من غيرهم، لكن أنا أتصور الحقيقة أن الفريق الاتفاقي يمشي بخطوات جيدة في هذه البطولة، وأتصور أنه إن شاء الله قادر يعني على
على تحقيق ما يطمح ويأمله خلف إدارة حقيقة واعية. أنا ضد كل الآراء التي تتكلم عن إدارة عبد العزيز الدوسري، حقيقة إدارة محنكة، إدارة لديها الخبرة، لديها حقيقة بعد نظر، تقود الفريق الاتفاقي ونادي الاتفاق ككل رغم الظروف الصعبة التي يواجهها هذا النادي، تصرف عليه الحقيقة من 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 جيبها الخاص. يعني أتصور حقيقة إنه يجب أن نقول لهذه الإدارة شكرا وشكرا وشكرا حقيقة على ما تقدمه الحقيقة للاتفاق. يعني أخوي تركي، لو تنظر الآن الوضع الكرة في المنطقة الشرقية، أتحدث عن الدمام تحديدا، يعني حتى لا يأخذنا الدمام والخبر بحكم أنهم مدينتين متقاربتين، يعني القادسية أين النهضة منذ سنوات؟ أين هي؟ صحيح أنها بالدوري الدرجة الأولى، لكن كانت في 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 دوري النسيان الحقيقة قبل الأولى. يعني أمور كثيرة الحقيقة، يبقى الاتفاق وحيدا يعني يصارع، يبقى الاتفاق الحقيقة يحمل لواء الكرة في 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 المنطقة الشرقية. تحية الحقيقة للإدارة الاتفاقية، تحية للفريق الاتفاقي، أتمنى له بحول الله كل التوفيق والنجاح في هذه البطولة تحديدا وتحقيق بطولتها إن شاء الله، والعودة أيضا لدينا كفارس كبير الحقيقة، فارس الدهنة في الدوري في هذا الموسم. طيب بس لا تنسى ترى الفتح بعد يحمل اللواء، يعني متصدر. عبد الله، الاتفاق يلاقي الكويت الكويتي في النصف النهائي. طبعا لا نملك الا ان نبارك الاتفاق على هذه المستويات، اتمنى له التوفيق في المرحله القادمه. الشيء اللي ابغى اقوله، كانوا فقط جوازه ولم يستطع الدخول الى اندونيسيا، ولكن لم يكن اليوم يحتاج الى جواز سفر ليدخل هدفه الى مرمى اندونيسيا. صحيح يستاهل الفريق الاتفاقي، الف الف مبروك. سبورت كلب، تحية للنواخذ.
شكرا حسون، ألف مبروك للاتفاقية.